بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا لنكمل ونبدأ بحول الله تعالى نورانيات سورة النور. وقلنا النقطة الأولى نريد نشوف ما هي الروحانيات أو النورانيات الموجودة في هذه السورة. وعشان نفهم الروحانيات والنورانيات الموجودة في هذه السورة، لابد أول شيء أن احنا نرجع للتركيب البشري. الإنسان هذا عبارة عن وش؟ مما هو متكون؟ الإنسان في الحقيقة مكون من شيئين، هو عبارة عن روح وجسد. الروح هي من الله سبحانه وتعالى، أما الجسد فهو ذلك الوعاء أيضا شكله الله سبحانه وتعالى فنفخ فيه من روحه فصار اللي هو الكائن البشري أو الإنسان. وطبعا الله سبحانه وتعالى ميزه بالعقل، والعقل هو ما يقوم بإدارة العلاقة بين الروح والجسد، كأنه نسميه إحنا المحرك. المحرك هو ما يحرك أو ما يعمل على حركة اللي هو الهيكل، وذلك بوجود البنزين. يعني بدون البنزين المحرك ما يتحرك، وإذا ما تحرك المحرك أيضا الهيكل ما يتحرك. لو جينا نشبهها كده بالسيارة لنقرب التشبيه، وين العقل وين الروح وين الجسد. طبعا هذا تشبيه بسيط، طبعا لله المثل الأعلى، لكن نحن الآن نريد أن نقول أنه الإنسان مكون من شيئين أساسيين اللي هم الروح والجسد. والشيء اللي لازم نعرفه أيضا أنه روح الإنسان لها غذائها مثل ما الجسد له غذاء. وبالتالي إذا كان للجسد غذاء وللروح غذاء، فالأكيد أنه دائما إحنا الأطباء وش يقولون؟ الأطباء يقولون أو علماء التغذية يقولون لابد أن نهتم بنوعية غذائنا ونوعية عاداتنا الصحية كالنوم والتفكير وغيره، بس الجانب الروحي إحنا هاملينه وما مهتمين فيه. وفي الحقيقة إذا كان الجسد يتعرض لأي سوء تعامل مثل التغذية الغير صحية أو النوم الغير جيد أو التفكير المبالغ فيه أو الزائد، طبيعي راح ينهك الجسد. كذلك الروح بنفس الطريقة، إن لم تغذيها غذائها الصحيح فإننا بالتالي نضعفها. طيب كيف نضعف هذه الروح؟ الروح تحتاج إلى الروحانيات، إلى الغذاء. والغذاء الروحاني للروح هو كل شريعة إسلامية الله سبحانه وتعالى شرعها لنا من عقائد ومن شرائع. والإنسان في الحقيقة على مستويين، مستوى الجانب الروحي والمستوى المادي اللي هو المتعلق بالجسد. فلذلك كان لابد من أنه إحنا نهتم بأرواحنا. نهتم بأرواحنا كيف؟ العلماء قالوا أن الروح هي عبارة عن طاقة. طبعاً أنا أريد أقول لكم أنه الروح علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن هنا نستطيع أنه إحنا نشبهها كأنها طاقة. ما هي ماهيتها؟ الله أعلم، لكن خلينا نشبهها على أنها طاقة. هذه الطاقة تصبح أكثر إشعاعاً وأكثر نورانية إذا ماذا؟ إذا أنا غذيتها، إذا أنا أعطيتها ما يجعلها تشع. طيب ما علاقة الكلام هذا اللي إحنا نقوله؟ علاقة التركيب البشري في آية النور. الله سبحانه وتعالى نور على نور. لو رجعنا إلى سورة النور اللي قرأت قبل هذا المقطع، فإننا سنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض. بماذا؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض؟ أي أن الله سبحانه وتعالى نور على هذه الأرض وعلى السماوات بمسببات. ما هي هذه المسببات؟ المسببات هي الشمس
النهار، فالله سبحانه وتعالى جعلها سببا لتشع على الأرض فتنيرها، وفي الليل، في الليل من خلال انعكاس ضوء القمر على الأرض أو النجوم المشعة. فكلها في الحقيقة تضيء السماوات والأرض ليل ونهار. ثم جاء الله سبحانه وتعالى يشبه نوره أنه نور أبدي لا نهائي خالد، نور على نور. وشبه هذا النور في ديمومته واستمراره كأنها مصباح، كأنها مشكاة، أو كأنها تلك الشعلة، هذه الشعلة التي تتغذى بالزيت، الزيت الغير بارد والغير ساخن، وهو صفات زيت الزيتون. هذا الزيت في الحقيقة إضائي ذاتيا، يعني أنت مجرد تحطه في زجاجة تحسه كأنه مشع. لو أنت حطيته في غرفة مظلمة وحطيته في زجاجة، ستجد أن هذا الزيت مضيء. وهذه الصفة يتميز بها هذا الزيت. والله سبحانه وتعالى هنا يشبه، لماذا؟ حتى يقرب صورة النورانية الإلهية. نور الله سبحانه وتعالى يشبهه لنا ويوضحه لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نور مستمر أبدي تماما، كذلك زيت الزيتون ما محتاج أنه أنا أولع أو أحرقه. لو أنا حطيته في زجاجة، هذا الزيت سيبقى في حالة من الإشعاع والنور، كذلك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أن هذا النور له تشبيه أيضا، أن هذا النور الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء، أي أيضا مثل ما له تشبيه مادي، واللي هو يشبهنا إياه بأنه نور الشمس، وبأنه نور القمر، وبأنه أيضا نور زيت الزيتون الموجود في زجاجة. أيضا هناك نورانيات تغذي الروح، تعمل على إشراقها، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي بها من يشاء. فمحظور من اهتدى لهذه النورانية، لكن أيضا هذه النورانية لابد إنه إحنا نسعى لها، لابد إنه إحنا نعمل لها. لذلك فالأصل إنه إحنا نشوف هذا الإنسان وروحانيته، ما الذي يغذي هذه الروحانية؟ والحقيقة الله سبحانه وتعالى دائما يوضح لنا في الآيات تركيبين، والتركيبين هم عالم الغيب وعالم الشهادة. وعالم الغيب في الحقيقة يشبهه العلماء بأنه عالم الطاقة، إحنا لا نراه لكن ممكن إنه إحنا نشعر به. وعالم الشهادة هو العالم السطحي اللي إحنا نشوفه. لذلك الإنسان حتى لما يموت ويصبح بصره حديد ويستذكر أفعاله، في الحقيقة هو في تلك الحالة تصبح عنده قدرة على أنه الله سبحانه وتعالى يكشف عنه الحجاب، فيصبح لديه بصيرة. فهذه هي النورانية، أي أنه يستطيع أن يرى مستوى الطاقة اللي إحنا في الحالات العادية ما نشوفه. لذلك هناك من البشر من يتميزون بهذه النورانية، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنور الأنبياء أعلى ما يكون، هؤلاء يكون طاقتهم أعلى ما تكون. لماذا؟ لأنهم محاطون بنورانية من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمدهم بنورانية، بنورانية عالية. من أين أتوا بهذه النورانية؟ من خلال الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وبقدره خيره وشره وباليوم الآخر، بالغيبيات وبالشهادة. آمنوا بها، اتبعوا الله سبحانه وتعالى فمدهم بهذه النورانية. ثم من يتبعهم، ومن يتبع من يتبعهم، وهكذا. لذلك نحن ممكن أن نحن نتحصل على هذه النور. الله سبحانه وتعالى دلنا إياها في سورة، وقال لنا أنه في شيء مهم يجعلنا نمتلك هذه النور. إذا النور الإلهي في آية النور، الله سبحانه وتعالى يمنحه لمن يتبعه. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى عليم أيضا بكل نفس،
وبالتالي يسقط الله سبحانه وتعالى هذه البصيرة، لأن النور تعني أن الإنسان يصل إلى مستوى أعلى من الطاقة، وبالتالي يستطيع أن يرى أعلى من المستوى المادي. كم هيرى وكم هيشوف؟ هذا طبعا بمقدار قربه من الله سبحانه وتعالى، وبمقدار المدد الإلهي. والله سبحانه وتعالى نور على نور، يعطي نوره من يشاء بقدر ما يشاء، هو يوزع هذا الرزق بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. طيب، لذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى لما خلقه من جسد ومن روح، فكان الروح طاقتها ونورانيتها، الروح هذه من خلال استمدادها للنور الإلهي. كيف تستمد النور الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى وضح. طيب، ما الذي يحدث للإنسان إذا أخل بهذه الشروط؟ وما هو الشرط الذي عرفه الغرب عفوا واستخدموه ضدنا؟ وهو موجود في سورة النور، والله سبحانه وتعالى وضحه لنا. هذا من عرفه في التسجيل اللاحق بإذن الله تعالى.